السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالنا وأعمالكم بأحسن قبوله. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. تعلمنا في اللغة العربية في دروس البلاغة أنه من الأمور التي يحبها الإنسان في الحياة ومن البلاغة أن يطيل الكلام فيها هي الحديث مع المحبوب، مع الحبيب، مع من يحب. يستشهدون بهذه الآية أن الله حينما كلم موسى عليه السلام قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان بإمكان النبي موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن يقول: هي عصاي، ويكفي في الجواب. لكنه أطال الكلام لأنها فرصة لموسى عليه السلام لأن يطيل الحديث مع من يحب، مع من يعشق، مع الله سبحانه وتعالى. لذلك طور الحديث وقال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، لأنه يحب أن يكثر وأن يطيل من الكلام مع من يحب ومع من يعشق. هذا الأمر هو سمة بشرية. لذلك تجد أن الإنسان حينما يتحدث مع أولاده لأنه يحبهم يطيل الحديث معهم ولا يشعر بالوقت. إذا أحب الإنسان فتاة وأراد أن يتحدث معها يشعر بأن الوقت قد انتهى بسرعة. لكن حينما يكون الحديث مع من نخاف منه، مع من نرتعب منه، مع من نخشاه، كمن يتحدث مع زعيم قاسي أو مع ملك ظالم، عند ذلك يشعر بأنه يحب أن يسرع لينهي كلامه، أو أنه يمل من الكلام معه، أو أنه لا يرغب في أن يكثر الحديث ويشعر بأن الوقت طويل، طويل جدا، مع أنه كانت الفترة فترة قصيرة. هذا الأمر يجب أن نطبقه على واقع الالتزام والتدين والعبادة. في سؤال دائما يطرح من قبل المتدينين الملتزمين، إنه نحن ما بنشعر بلذة العبادة، بنصلي ما بنشعر إنه في لذة بصلاتنا، بدنا إيش وإيش نخلص الصلاة، وبيستشهدوا بيسرعوا بصلاتهم مع إن الوقت الصلاة قصير جدا، بحسوه طويل، وبيستشهدوا بحديث للنبي: أرحنا يا بلال، إنه حينما كان يحين وقت الصلاة يقول: أرحنا يا بلال، وبيفسروه على أنه أرحنا يعني خلينا نصلي ونرتاح، مع إنه أكيد الحديث لا ينظر إلى هذا المعنى وإلى هذا البعد. أرحنا يا بلال يعني اجعلنا نصلي لنرتاح، لأن الصلاة هي حديث مع الله، فيها أنس، فيها لذة، يشعر الإنسان بالراحة فيها. أرحنا، اجعلنا نستلذ بالحديث مع الله. إذن الشكوى موجودة بأنه نقوم بالفعل العبادي من دون أن نستأنس فيه، أن نشعر بلذته. طيب مع أنه بيقولوا في لذة للعباد. منصوم ونحن عندنا ملل، مزعوجين، بدنا نخلص، بدنا يجي وقت الإفطار،
لنأنس بالإفطار، لا نشعر بالأنس بالصوم. هكذا الحج نتعب لا نشعر بلذة العبادة بالحج، وهكذا دواليك فيما يتعلق بأمور العبادة. ما هو سبب ذلك؟ ما فينا نضلنا نطرح المشكلة دائما من دون ما نعطي أسباب وعلاجات. سبب ذلك شيئان. الأمر الأول أننا لا نعبد من نحب، وهذا كلام شوي ممكن يوقف عنده بعض الناس، إنه كيف لا نحب؟ أنا الآن بشرح. والأمر الثاني إنه نحن ما عم نتعلم كيفية العبادة، اثنيناتهم فيهم إشكال. كيف نحن عم نعبد من لا نحب وهو الله، مع إنه كلنا منحب الله سبحانه وتعالى؟ هذا كلام مدعى. كلمة الحب مش لفظ بيقوله الإنسان. في كتير الناس اليوم بيقولك أنا بحبك، بس بأبسط الشيء في الحياة بيتخلى عنك، هذا مش حب. الحب الحقيقي هو أن يعيشه الإنسان في خلجات قلبه وفي زفير نفسه وشهيقه وفي خفق دمه في داخل شرايينه، هذا اسمه حب. اليوم نحن بكل أسف كيف نقدم الله للناس؟ هل نقدمه بلغة الحب فيحبونه، أم نقدمه بلغة الخوف فيخشون منه؟ الخطاب الديني بشكل عام يأخذ المنحى الآخر، منحى التخويف، لما بيقدم الله سبحانه وتعالى بكل أسف ومرارة أقول لا نقدم الله إلا بلغة الخوف والترهيب. بس من نقدم الله سبحانه وتعالى نتحدث دائما عن العذاب وعن الحساب وعن عذاب القبر وعن الحياة في داخل القبر وعن حياة البرزخ وعن ليلة الدفن وعن كل هذه الأمور التي نتحدث عنها، تجعل من الإنسان ينظر إلى ربه بصور الخوف والقلق والرعب. لذلك لما بده يعيش كلمة الله وبدك تذكر قدامه الله، مباشرة يتبادر إلى ذهنه التخويف، الموت، القبر، العذاب، الحساب، نار جهنم، الأغلال، العقارب، الحيات، كل هذه الأمور، الصور التي هي صور العذاب، نكثر من ذكرها إلى حد أنها أصبحت تشكل الطابع العام للصورة التي نتصور بها الله سبحانه وتعالى. هل هكذا يمكن أن نقدم الله لأنفسنا أولاً وللناس؟ هل فعلاً حينما نريد أن نذكر الله يجب أن يتبادر إلى أذهاننا صور العذاب والموت والقبر والوحشة؟ أم أن هناك لغة أخرى يجب أن تعتمد، وهي اللغة التي تعبر عن حقيقة الله سبحانه وتعالى التي هي الرحمة والتي هي الرحمن الرحيم؟ أين هو الله الرحمن الرحيم في ثقافتنا وفي وعينا؟ أين هو الله الذي يشفق على عباده والذي يخاطبهم بقوله يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله؟ أين هو الله الحب الذي له رحمة يوم القيامة تشرب لها عنق إبليس كما جاء في الروايات؟ أين هو الله الذي حدثنا عنه الإمام زين العابدين عليه السلام في قصة
أنه كان يحج ويطوف حول بيت الله الحرام، فسمع صراخا قريب، سأل عن مصدر الصراخ، قالوا هذا فلان الصيداني من أهل المدينة. انتهى الإمام زين العابدين عليه السلام من طوافه وذهب إليه، سأله عن سبب صراخه، قال: سيدي إني من أهل النار. قال الإمام زين العابدين: ولما تقول ذلك؟ قال: لأني قتلت النفس المحترمة عامدا متعمدا، وواضح أن جزائي جهنم. قال الإمام زين العابدين بلغة من يريد أن يقدم الله الحب والرحمة: اعلم يا هذا، اسمعوا كلام الإمام زين العابدين عليه السلام، قال: اعلم يا هذا إني أخشى عليك يوم القيامة من يأسك من رحمة الله أكثر مما أخشى عليك من قتلك النفس المحترمة. هل نقدم الله سبحانه وتعالى لأنفسنا وللناس كما أرادنا الإمام زين العابدين عليه السلام أن نقدمه؟ هل الله في حساباتنا هو الذي كما ورد في كثير من الأدعية أرأف بي من أبي وأمي؟ هل هي هذه صورة الله الموجودة في أذهاننا وفي أذهان المؤمنين وفي أذهان الناس؟ كيف يعشق الإنسان مع الخوف؟ وكيف يحب الإنسان مع الخوف؟ في كثير من الروايات هناك نهي عن أن نخاف الله. حدثتنا الروايات وهي تريد أن توجهنا التوجيه الصحيح: لا تخافوا من ربكم بل خافوا من ذنوبكم. من يجب أن نخشاه وأن نخافه ليس الله الرحمة والرحمن والرحيم القوي الذي فتح لي ألف باب للمغفرة وللتوبة ليسامحني، ليقبلني، ليغفر لي، ليعفو عني. من يجب أن نخشاه هو هذه الذنوب والمعاصي التي نقوم بها وليس الله، لأنه إنما يخشى من الظالم، والله هو العدل، هو منتهى العدل وهو أساس العدل. الله العادل كيف أخاف منه؟ هل الله خلقني ليعذبني؟ هذه المفاهيم الخاطئة متى ننتهي منها؟ متى ننتهي من أن نقدم صورة الله المشوهة لأنفسنا وللناس، فنقدم الله بصورة الظالم معاذ الله، المنتقم الذي خلقني فقط من أجل أن يستلذ بتعذيبي، أن يدخلني إلى قبر مليء بالعقارب والحيايا والأمور المخيفة؟ كيف نقدم الله للناس على هذه الطريقة؟ وكيف للناس أن يحبوا الله بهذا الشكل؟ ما دمنا لم نعرف الله حق المعرفة، وأنه الرحمن الرحيم، وأنه الغفور، وأنه التواب، وأنه الذي يشفق على ضعفي، ما دمنا لا نقدم الله بهذه الصورة لن نستطيع أن نحب الله وأن نعشقه وأن نحب أن نقترب إليه وأن نحدثه وأن نبث شكوانا إليه وهمومنا إليه. أنت كإنسان مؤمن المفروض تكون عندك علاقة مع الله هي أشد رحمة وأمل من علاقتك بأبيك وأمك. اليوم إذا الواحد منا قالوا له
بدك تموت بعد فترة بيرتعب. ليه؟ قال لأنه سيلقى الله. طيب لو أنا قلت لك أنك أنت راح تموت بعد كم شهر، واللي راح يقابلك بعد الموت هو بيك، شو بيكون إحساسك؟ قد ما كنت عاق ومسيء ومذنب بحق والديك وقاسي ومعذب، مع هذا تبقى لكلمة الأبوة مكاناً عندك تنتظر من خلالها الإشفاق، الشفقة والرحمة. لو قالوا لك بدك تموت وتروح لعند بيك، بتروح سعيد فرحان، ما عندك مشكلة في لقاء أبيك، ما عندك مشكلة في لقاء أمك. بينما إذا قالوا لك أنت ذاهب إلى الله تخاف ترتعد. هل هذه ثقافة صحيحة؟ أنا أقول لكم أن عدم قدرتنا على أن نعيش لذة العبادة لأننا لم نصل إلى مرحلة العشق لربنا والحب لله. لو كان لله مكان في قلوبنا من المحبة العظيمة التي يستحقها رب العالمين، ولو كان لنا ارتباط مع الله سبحانه وتعالى ارتباط عاشق وملهوف وعارف، كان ألذ ما يكون على قلوبنا أن نعبده، أن نتحدث معه، أن نصلي إليه، أن نخاطبه، أن نمدحه في صلاتنا، أن نقول له إياك نعبد وإياك نستعين. ونحن نخاطب ربا عظيما نحبه ونعشقه ونستأنس ونستلذ بمديحه، إياك يا رب نعبد وإياك نستعين. اليوم واحد منكم إذا راح لعند شي زعيم بيحبه مدحه شي بيت من الشعر، كان شاعر وقال له شي قصيدة، قديش بيكون شايف حاله وملهوف ومبسوط إنه أنا عم بمدح هذا الزعيم لأني أحبه. ليش ما بتعيش نفس الإحساس وأنت تمدح ربك وأنت تمدح إلهك؟ وليس هناك أعظم منه وأرأف به منك وأرأف به من كل ذنوبنا ومعاصينا، لأننا لا نعيش علاقة سليمة مع الله. لذلك نقول سبحان ربي العظيم وبحمده من دون أن نستشعر معاني المدح والثناء فيها. نقول سبحان ربي الأعلى وبحمده من دون أن نستشعر معاني المدح والثناء فيها. نتكلم كلمات ألفاظ حفظناها، نردد هذه الألفاظ من دون أن نتفاعل معها، لأن الذي نخاطبه ليس هو الذي نعيش الحب والعشق والارتباط الروحي السليم معه. فإذا استطعنا أن نصحح ونصوب هذه العلاقة، أن نفهم الله حق الفهم ونعيشه بوعي حقيقي، ونتجرد عن كل هذه العقوبات التي لو فعلها الله بنا لاستحقاقنا لهذه العقوبة وليس لأنه هو يريد أن يعاقبنا، عند ذلك سنتحدث معه بلغة الحب، بلغة الاستئناس، بلغة العشق. امتحنوا أنفسكم أيها المؤمنون، إذا ذكر الله، إذا قال أحدكم الله، هل حينما تسمع هذه الكلمة، هذا اللفظ، هذا الاسم، هل يتحرك شيء في داخل قلبك؟ هل تشعر بإحساس مختلف؟ هل تستأنس؟ هل تعيش نوع من السلام، من الأمان؟ هل تشعر بشوق، بلذة؟ إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هل تعيش بعض أبعاد هذه الكلمة، هذه الآية؟ أم أنه مجرد لفظ تردده من دون أن يختلج صدرك ولا
يتفاعل قلبك ولا إحساسك مع هذا اللفظ. إذا امتحنت نفسك ولم تشعر بشيء، فاعلم أن هناك شيء يجب أن يصحح، وأن هناك علاقة يجب أن تصوب، وأن هناك علاقة يجب أن تعيد صياغتها من جديد. هذه العلاقة هي علاقة المعرفة الحقيقية بالله الرحمن الرحيم الذي يجسد الرحمة والحب في كل تفكيرك وعقلك وقلبك ومشاعرك وأفعالك، والذي تأنس بالقرب إليه وبالحديث معه. فإذا ما قمت بهذا الإحساس وبهذا الشعور، عند ذلك تشعر بأنك تقوم بالفعل العبادي بنوع من أنواع اللذة الحقيقية التي يجب أن تعيشها في أي فعل من أفعالك العبادية. نحن وبكل أسف نجد أن الآخرين قدموا الله بصورة الحب أكثر مما استطعنا أن نقدمه. نحن إذا لم نعيد صياغة الخطاب الذي يقربنا إلى الله والذي يعرفنا حقيقة الله المحبة، الله الذي نلجأ إليه ونأنس به وننتظر الرحمة والإشفاق منه، لا يمكن أبداً أن نستطيع أن نصوب طريقة عباداتنا ونتفاعل مع هذه العبادة. نضيف إليها الإشكالية الأخرى أننا أصبحنا شكليين في أمورنا العبادية، نحسب الصلاة في كم الصلاة، في عدد الصلاة، عدد الركعات، وليس كيفية التوجه في الصلاة. إذا أردنا أن نذكر الله، نحمل عدادات لنحسب كم مرة ذكرنا، ولكن دون أن نفكر كم مرة تفاعلنا. حينما نحول الفعل العبادي إلى مجرد ألفاظ تردد وأعداد تتراكم دون أن نعيشها كمضامين وكتفاعل وكأحاسيس وكوعي، عند ذلك تصبح الآية عدد رقم ولا تتحول إلى تدبر وإلى تفاعل. والآية بتدبر خير من آيات بلا تدبر، وركعة بتوجه خير من ركعات بلا توجه. ما دمنا لم نحب حق الحب لله، ولم نعبد ونعيش مضامين العبادة ونتفاعل مع العبادة المضمون، الوعي، الإحساس، التوجه، سوف لن نحب العبادة وسنشعر بملل، وسنقتصر على الواجبات السريعة لأننا لا نشعر بأي شيء يشدنا يجذبنا. أما لو عبدنا الله عبادة العاشقين، عبادة العارفين بحقيقته، عبادة المتوجهين لمضامين العبادة، سوف نأنس بالعبادة ونستلذ ونتفاعل ونطيل ونكثر، لأننا كلما تعبنا وأقلقتنا الحياة وعشنا مصاعبها ومشاكلها لن نجد أكثر أنساً من أن نلجأ إلى الله بالتوجه إليه بالدعاء من القلب بعفوية معه، من المكوث في مكان أعتزل فيه نفسي لأناجي فيه ربي. هذه الأمور تغنينا أيها الإخوة والأخوات، تغنينا عن كثير من أدوية الأعصاب، وعن كثير من أن نبث الهموم والشجون لمن لا يرحم من البشر. نحن في زمن نحتاج فيه إلى شهر صوم لنعود لنلجأ إلى من يجب أن نلجأ إليه، لنأنس بمن يجب أن نأنس به، لنذكر بتوجه من يجب أن نذكره بتوجه، لنحب حقيقة الحب لمن يجب أن نحب وهو الله، حتى ترتاح أنفسنا في حياتها أمام مصائبها، وحتى تنتظر هذه النفوس، هذه الأنفس بشوق لقاء ربها بأنس وبلذة.
أن تنتقل إلى جوار الله ليس شيئاً مخيفاً، لأنك تنتقل إلى الرحمة، إلى العدل، إلى الحب. هكذا يجب أن نتعلم في شهر الصوم، وهكذا يجب أن نكون، وهكذا يجب أن نتجدد حتى نخرج من هذا الشهر بحب جديد، بعشق جديد لله، بتوجه جديد لنحيا لذة العبادة. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صيامنا وصيامكم. Thank you.